السلام عليكم، معكم الاخ سعيد من باريس. انا جيت اليوم باش نوقف هذه الوقفه نتضامن مع اخوتي المغاربه. يلا جيت دخلت اليوم لو 27 وغنمشي ان شاء الله، نرتبط على هذه الوقفه هذه وغنمشي ان شاء الله. جيت باش نتضامن مع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن على هاد مع ضحايا باب دارنا، على النصب الكبير اللي نصب عنا محمد الوردي 170 مليار. دابا جينا تنتسائلوا القضاء ما دارش الخدمه ديالو، شاك فوا الجلسه تتاسجل من شهرين تتاسجل، دابا هذه عامين ونا با نوفيل، ما كاين حتى شي حاجه خرجت حقيقيه. حنا شرينا من عند بكونترادات من عند النوتير، ومشينا كريزا لينا في القياده مؤسسات مغربيه، ودابا الدوله والحكومه هما المسؤولين على هذا الشيء، هما المسؤولين الكبار. دابا تنتمناو من صاحب الجلاله يشوف من حالنا. اليوم العيد الكبير، حنا ما عندنا لا عيد كبير لا عيد صغير، ومشاو لنا فلوسنا وحنايا مقلقين. في الضحايا ماتوا لنا سبعه الخوت، مات با محمد والاخوان اخرين، وتنتمنى من صاحب الجلاله يشوف هذا الفيديو وياخذ منا حقنا، ياخذ لنا حقنا، ياخذ الحق الجاليه والحق المغاربه، ويحيد عنا هاد المافيا العقار من المغرب باش الناس تدخل تانفيستي والمغرب، والمغرب ديالنا زين. تنتمناو تعاونوا معنا وشكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. كنجتمعوا اليوم حنا ضحايا أكبر عملية نصب في مجال العقار، ما يعرف بالشركة العقارية باب دارنا. كنجتمعوا اليوم نحن ضحايا الوردي والعصابة ديالو، كنجتمعوا اليوم نحن ضحايا المؤسسات، كنجتمعوا اليوم نحن ضحايا الموثق، كنجتمعوا اليوم نحن ضحايا الجماعات الترابية بالمغرب، كنجتمعوا اليوم نحن ضحايا المعرض الدولي للعقار، نجتمع اليوم نحن ضحايا دوزيم القناة الثانية، كنجتمعوا اليوم في هذا اليوم اللي عنده الرمزية ديالو، نظرا للقدسية ديالو، نظرا للمكانة ديالو في نفوس المسلمين عامة، كنجتمعوا باش نعبروا على الحزن ديالنا، وعلى الآلام ديالنا، وعلى البؤس ديالنا، وعلى الظلام ديالنا اللي دخلتنا فيه هذه العملية هذه ديال النصب. كنجتمعوا اليوم نحن كأضحية ماشي كمضحين، كنجتمعوا اليوم باش أننا نحاولوا نوصلوا رسائل من خلال هذا المكان الذي نجتمع فيه، من خلال هذه الظرفية التي نجتمع فيها. كنجتمعوا اليوم أمام المحكمة، كنجتمعوا اليوم مطالبين بتطبيق العدالة، بتطبيق القانون، بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أنه ينصب على المغاربة. كنجتمعوا اليوم كمطالبين بالحقوق ديالنا، كنجتمعوا اليوم باش نقولوا على أنه من الضحايا اللي توفوا واللي ماتوا، كنجتمعوا اليوم باش نستنكروا الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذا الملف هذا على مستوى القضاء، كنجتمعوا اليوم باش نقولوا على أننا بغينا فلوسنا، بغينا فلوسنا، بغينا فلوسنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عيدكم مبارك سعيد. حنا الجالية جينا باش نعيدوا مع العائلة ديالنا، ولكن للأسف الشديد حنا ما عيدناش، حنا معيدين مع باب دارنا محكمة الاستئناف. يعني حنا كنطالبوا فلوسنا، يعني خاصها ترجع لنا فلوسنا، ماشي حنا سنين وحنا في الغربة كنضيعوا، ضيعنا صحتنا وجمعنا ذوك الأموال ديالنا باش ندخلوا الأرض الوطن، الأرض الحبيب، في الأخير ينصبوا علينا ويخليونا يشد صدق الأحلام ديالنا. أولادنا كانوا بغي يستثمروا في بلادهم، ولكن للأسف قالوا لي ماما خونوك أنت، هي ما يمكنناش حنا ندخلوا للمغرب أصلا. ولكن هادشي حشومة. وأنا كنشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتفاتة السامية اللي قام بها بتسهيلات طائرة باش دخلنا للمغرب، كنشكروا جزيل الشكر وخاصو. وكنطلبوا جلالة الملك باسم الجالية، كنطلبوا باش يوقف معنا في هذه القضية ديالنا، لأن حنا الجالية تمحنا بزاف، تمحنا بزاف، تمحنا فلوس ماشي جبناهم هكذاك، تمرت يعني عمرنا كله دوزنا في الجالية. وأنا سبب لي هذا الوردي في إعاقة، وسبب لي في مرض مزمن ديابات. وحنا وأنا كنطلب أيضا من السيد حموشي يخرج فرقة وطنية بالبحث على أموالنا، فين مشات الأموال ديالنا؟ كيفاش الأبناك؟ ما الأبناك فين هما؟ الأراضي. وكنتابعوا صوفيا الوردي لأن شفتها في فرنسا. أنا صوفيا الوردي كانت مع باها، مع محمد الوردي، مع صوفيا الوردي، مع محمد الخياري، حسبي الله ونعم الوكيل الممثلين. ما ضربوش ما قتلوش، حنا تحت دار يوميا كيدوزوا في الإشارات يقولوا لنا باب دارنا،
الله يقطع لك حتى الباب ما خديناش، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وحنا كنطالبوا دابا باسترجاع الاموال ديالنا وبالقبض وبالبحث عن صوفيا الوردي. خص صوفيا الوردي تدخل مع امها ومع باها مع العصابه، كل من يريد وصحاب الاراضي وصحاب الابراك كلهم خصهم يدخلوا في هذا الأذى. كل شيء خصو ياخذ الجزاء ديالو. من هبا ودبا ضحكوا علينا كاملين من انحاء العالم. وانا كنطلب كنترجى كنطلب جلالة الملك يشوف من ناحية الجالية. الجالية كتعيد اليوم جاية باش تشوف الأحباب ديالها، ولكن للأسف حنا ما عيدناش، حنا جايين باش نطالبوا بالحقوق ديالنا. وكنطلبوا حاجة واحدة، استرجاع الأموال ديالنا. ما كيهمناش الحبس ديال الوردي، ما كيهمناش عاش الملك، ما كيهمناش الحبس ديال الوردي، ولكن كيهمنا هو استرجاع الأموال ديالنا. لأن الضحايا ماتوا فيهم عدد كثير، منهم اللي تشلل، منهم اللي جا عجز، منهم اللي مات، منهم اللي كيدفع الكريدي هو ما عدوش. حرام هادشي والله حرام. كيفاش عامين وباقي لحد الان ما كنعرفوش الاموال ديالنا فين هي؟ المطالب ديالنا هو استرجاع الاموال ديالنا. بغيت جلالة الملك، كنطلب جلالة الملك باسم الجالية يوقف معانا ويرجع لنا فلوسنا. هذا هو المطلب ديالنا. كنطلب جلالة الملك في هذا العيد المبارك. الناس معيدين وحنا جينا من جيتو من الديار الفرنسية، جيت باش نعيد مع العائلة ديالي، ولكن دابا راه كنعيد في الشارع. يعني خاص ينظر للجالية كما أمرت بتسهيل تسهيل الطائرة، خاصك توقف معانا وتسترجع لنا أموالنا باش نبقاو دايما نستثمروا في بلادنا. وعاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك لصاحب الجلالة أول شيء، ونسأل الله الصحة والعافية والسلام والشفاء. أنا من الجالية الأمريكية، أنا والزوجة ديالي، الله ضاعت لي الزوجة بنسبة هذا المشكل، هذا بسبب هذا المشكل كان ضاعت لي الزوجة بالقصات وفقصة والعصاب وداك الشيء. حنا من الناس اللي تنصب عليهم من هاد الضحايا ديال باب دارنا. العدد راه 1200 أسرة، والاموال طائله 170 مليار اللي تنصبنا عليها، وكان النصب قانوني وهمي قانوني. وحنا مده سنتين حنا غاديين في النضال وغاديين، والقضاء راه داير مجراه، ولكن حتى حاجه ما بانت لينا حنايا. باقي الان كناديو هذا اليوم كبير، هذا اليوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. حنا ما عيدناش، حنا ما بغيناش نعيدوا، ما عندناش فرحه ديال العيد. حنا عندنا فرحه ان فلوسنا ترجع لنا اللي ضاعت منا. وحنا كنستغيثوا كنستغيثوا بصاحب الجلاله من هذا المنبر. يا سيدنا الله ينصرك، انت الوحيد اللي غادي ممكن تفك لنا المشكل ديالنا. انا ما كنثقش في الحكومه المغربيه، انا كنثق في سيدنا بوحدو. انا عندنا ملك هو يخدم، حتى الملك راه مرضات هذه الحكومه. حتى الحكومه ما كاينش حكومه ما كاينش قانون، كاين قانون على الورق ولكن ما كيطبقش في ارض الواقع. ما كاينش قانون، انا ما كاينش قانون. انا كنعيش في امريكا عندنا قانون، قانون كاين قانون. هنا حشومه وعار وشوهه وتو شيم فور موراكو تو هاف ذيس بروبلم لايك ذيس. وي سو ساد اباوت اور ام موراكن بات ام نوت فيلينغ جود لايك ام موراكن ناو. والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم، الى عار وحشومه وشوهه تو شيم، هي الشوهه على البلاد باش تكون حكومه بحال هكا دوله عظيمه. وكنقول لك دوله الحق والقانون، ما كاينش قانون. الناس طلعت لهم، ولكن الناس انا الزوجه ديالي ماتت بهذا المشكل. كاين ناس خويا ماتوا قبل، كاين ناس باقي كيقاسيو من الكآبه والحزن يوميا. على حنا كرانا نعيدوا في ديورنا ونجيو هنايا، واش حنا كنعيشوا بلاد الغربه؟ كنعيشوا بلاد الكفار كنقول لك انا كاع، ولكن ماشي كفار، هذوك الناس معقولين. الكفر عندنا حنا في الابسريه، كاين هنا في هذه البلاد، لان هذوك الناس كيعطوك حقك ما كيضيعوكش في حقك، حقك ديالك وحقهم ياخذوا منك، ما كيضيعوك ما كيضيعو هما. ولكن حنا هاد البلاد كنقولوا بلادنا بغينا نستثمروا فيها، هاد البلاد كنبغيوها. كنجيبوا اموال، كنجيبوا الدوفيس من البلاد الغربه، كنقول لهم ها فلوسكم غندوم لبلادنا. وملي كنجيو من بلادنا كيدوا منا، كياكلوا كيقول لك فينا بح، ما كاينينش الفلوس. اييه ها هو المجرم مشدود، امينه المال مشدوده، النائب ديالو الكوميرس التجاري ولا ما عرفت سميت بابا مشدود، كلشي مشدود. واش بقاو كيقلبوا دابا هاد الناس 1200 اسره، شحال فيها كل 1200 اسره؟ حسبهم راه كل اسره فيها اربعه خمسه الناس. هاد خمسه الناس لا ضربتها في هاد العدد ديال 1200 شحال غتعطيها؟ عطاتك 5000، 5000 الاسره ضاعوا، وثلاثه الناس واللي كيقول لك معاه. هاد النصاب كان كيقول لك كيجيو عنده ناس جبابره. شكون هاد الجبابره؟ كاين شي واحد جبار اكثر من الله؟
كاين شي واحد كسر من الملك في السلطه ولا في الحكم. الا كانوا هاد الناس هما اللي كيديروا هاد الشيء، اذا حنا اش نقول؟ عندنا ملك، عندنا ملك، الملك هو اللي يتخذ الاجراءات. حنا بغينا سيدنا هو اللي يتخذ الاجراءات ويعطينا حقنا وينصفنا. عاش الملك الف 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 مره. حنا بغينا ملكنا هو اللي يعطينا الحق ديالنا. والملك انا كنادك من هذا المنبر كجاليه امريكيه، بغينا حقنا ناخذوه من هذه النصابه ونشوفوا هاد المجرمين. كيقول لك معاه ناس فوق القانون، شكون هاد اللي فوق القانون؟ الله، سيدنا هو اللي فوق القانون، ما كاينش واحد فوق القانون. هاد الناس اللي كيديروا هاد النصب، فين ما مشيت كتلقى النصب، على المغرب اللي فيه النصب، والعالم ما فيهش النصب، اكبر نصب وقع في العالم، اكبر نصب وقع في العالم، حشومه. انا عندي اصدقاء في امريكان بغاو يديروا استثمار هنا، نصحتهم قلت لهم ما ديروش، ما ديروش استثمار، لان غير جات تنصب عليهم تا هما. والسلام عليكم.